هنتكلم بقى دلوقتي على تنسيق الأعمدة والصفوف. بيبقى عندنا شوية عمليات كده، بعد واحد بيكتب حضراتكم شايفينه ده، إن كتب خلاص درجات الطلبة مثلا على سبيل المثال ودرجاتها. الواحد ممكن يقول طب أنا كتبت في النص، أنا ما كنتش عايز كل ده فاضي، يعني عايز أبدأ الموضوع من الأول. هنا بضطر إن أنا عايز أعمل حاجة اسمها مسح الأعمدة أو إزالة الأعمدة. ده بيتم إن أنا باجي بالماوس وبقف على اسم عمود فوق بالشكل ده، أو ماوس ما يكون أسود، وباجي بدوس كليك يمين على العمود ده وأقول له ديليت. لما أقول له ديليت يبقى هيمسح محتواه وهيمشي أصلا كله. يعني لو عملت ديليت كده هلاقي كله جه الناحية دي. هتقول له طب هو إيه لسه موجود؟ أقول لك أيوه هو إيه لسه موجود؟ هو اللي بيحصل حقيقة إن كل اللي مكتوب في الشيت ده بيترحل كله شمال، بيترحل. إنها مش هلاقي مثلا A B وبعدها D، لا مش هيحصل كده. طب لو عايز أمسح أكتر من عمود يبقى هدوس مثلا على اتنين مع بعض مثلا بالشكل ده، بدوس وافضل دايس لحد يبقى كده، وبدوس على اسم العمود أي واحد فيهم وبدوس يمين وبقول ديليت، يبقى أنا مسحت اتنين كمان. وهنبدأ برضو فوق الـ A والـ B والـ C والـ D طبيعي، بس يبقى أنا كده، يبقى أنا كأني زحزحت بالظبط كده المكتوب ده للجزء الشمال. طب هفترض عايز العكس، لا ده انا كنت عايز اسيب جزء فاضي عشان عندي نية اكتب حاجات هنا، فمحتاج عمويد اكتر من كده، مش عايز ثلاثة بس فاضيين. اقوم اقف على اي واحدة وادوس على واحدة فاضية كده وادوس كليك يمين واقول له انسرت. انسرت يبقى هيزود واحد، ادوس انسرت ادي واحد زاد اهو. طب هو زاد يمين ولا شمال؟ لا دائما بيزيد ناحية اليمين، او بمعنى اصح بيزيد ناحية الطرف بتاع الشيت مش الجنب اللي فيه الارقام ده. طيب لو عايز ازود اكتر من واحد، اتنين مثلا، يبقى اظلل على اتنين. طب عايز ازود تلاتة، اظلل على تلاتة وادوس كليك يمين واقول له انسرت. انا دلوقتي مظلل على تلات اعمدة، فبالتالي هيزيد تلات اعمدة، فاقول له انسرت يبقى طلع لي التلاتة دول، ادي 3 زاد، وهو بقى هنا بيبدا بحرف الاتش. طب تاني ادي هزود 3 كمان مثلا واقول له انسرت، اهو بصوا بقى بحرف الكي، اهو بدا بحرف الكي، كل ده زاد. طب عايز امسح، اقوم جاي معلم تاني مثلا على كل دول واقول ديليت، يبقى اللي انا علمت عليهم هم اللي هيتمسحوا. ده بالشكل ده، بنفس الاسلوب بالظبط. انا ممكن اقول انا كتبت اسامي مثلا زي عاصم واحمد ومحمد ويحيى، لا انا كنت عايز اكتب اسم ما بين يحيى ومحمد، انا نسيت اكتبه لسبب من الاسباب. طب انا هعمل ده ازاي؟ قال طيب ما ينفعش اجيب صف زياده؟ اه ينفع. اقوم جاي انا عايز واحد قبل يحيى ده، فبدوس على الصف اللي فيه يحيى، فباجي عند 10 دي وادوس كليك، يبقى انا كده ظللت على الصف كله، وادوس كليك يمين، دوس يمين على 10 دي على اسم على رقم الصف، وهلاقي برضو انسرت. اللي هيتضاف هيتضاف دائما فوق اللي انا مختاره، فلو قلت انسرت الاقي في واحده فضيت فوق يحيى، اقدر اي اكتب اي اسم انا عايزه واكتب عادي. طب لا ده كنتش عايز فوق يحيى، انا غلطت ما كانش قصدي، يبقى اروح تاني وادوس على الصف الفاضي اللي انا عايز امسحه وادوس يمين واقول ديليت، يتمسح على طول. طب كنت عايز اضيف اتنين مش عايز اضيف صف واحد، اقول لك لا معلش هضيف صف واحد الاول وبعدين ممكن تضيف كده انسرت صف تاني، ادي زودنا اتنين. ممكن بقى الاتنين الفاضيين دول تدوس عليهم كده وتقول انسرت، يبقى هضيف اتنين كمان لاني كنت مظلل على اتنين، واقول له انسرت، يبقى كده في عندي واحد اتنين تلاتة اربعة، ادي كده اضافه. لا ده انا عايز امسح الاربعة دول، اقوم جاي ماسك الاربعة وممكن اقول رايت كليك واقول ديليت. يبقى انا دلوقتي كده قدرت اعرف ازاي امسح صفوف وامسح الاعمدة، وازاي احط صفوف وازاي احط الاعمدة. طيب افترض دلوقتي ان انا في مادة كنت عايز ازودها مثلا في دول، هفترض جدا عايز احط مادة الارت، والارت ما بين الكمبيوتر وما بين الانجليزي، وعايز ازود عمود. طب انا هظلل على ايه؟ العمود ده عشان احط عمود ولا اظلل على ده؟ قلنا دايما بيضيف العمود بيبقى بعده، يبقى لو عايز ما بين الكمبيوتر وبين الانجليزي يبقى هظلل على الكمبيوتر ده وادوس يمين واقول له انسرت، فيجي لي واحد فاضي. هو بيسميه اسم معين، انا بقى هقول الاسم اللي انا عايزه. هقول مثلا هنا مثلا ارت مثلا، ادي ده الرسم انتر، وطبعا كنا عاملين فورمات قبل كده ان يكون بالطول، وممكن احط بقى اي ارقام انا عايزها، انا بس مرتبط انها تكون يعني اخري من 10، فبحط كده اي ارقام عشان يبقى عندنا درجات الارت اللي احنا هنعوزها في الحلقات الجايه واحنا بنشرح القواعد بقى الحساب.
لا دي 60 دي مش هتنفع، وهقول مثلا الراجل ده جاب صفر مثلا على سبيل المثال، وبعد ما بخلص بدوس سيف بحفظ ما بنساش عشان تفضل حاجة موجودة عندي. اتمنى يكون الموضوع واضح ولذيذ. ممكن افكركم بحاجه قلتها قبل كده بس مهم دلوقتي ان انتوا تعرفوها. لو انا جيت قلت انا مش عايز حد يشوف عمود الارت ده، فانا عايز اخفيه مش عايز امسحه، فبدوس كليك على الاتش على الجي ده مثلا، وادوس كليك يمين وبقول عايز هايد. هايد يعني اخفاء، فلو دوست هايد يبقى ما بقاش موجود. بس لو جيت بصيت فوق بقى اي اف اتش مش اي اف جي، الجي مش موجود الرقم ده، معناه هو مخفي. وبالتالي لو انا حبيت ان انا اعمل ده عايز اظهره تاني، بظلل على اللي قبله واللي بعده وادوس كليك يمين واقول له انهايد، انهايد يطلع لي جي تاني. فانا ممكن اخفي ده عن الانظار، ودي حاجه كنا احنا قلناها قبل كده. نفس الكلام لو عايز اخفي صف درجات يحيى دي انا عايز اخفيها مثلا، فادوس كليك يمين واقول له هايد، يبقى انا كده هخفي يحيى، فهيبقى محمد وراه بلال على طول. اهو كده تم اخفائه، بس الارقام بقت 8 9 11، واضح ان 10 مش موجود يعني. فانا بخفيه عشان مش مخبيه من حد، عشان ما مش عايزه في شغلي دلوقتي، مش ناوي اجي جنبه، فمش عايزه يبقى قدامي يعمل لي زحمه وممكن اتلخبط فيه بدون داعي. طب عايز اظهر تاني اللي حصل مع يحيى ده، يبقى هظلل على 9 و11 وهدوس كليك يمين واقول له انهايد. طب ينفع اخفي ثلاثه مع بعض؟ ينفع اخفي 9 و10 و11 و16، كل دول عايز اخفيهم، هدوس كليك يمين واقول هايد اخفاء، فبقى عندي 8 وراها 17. طب عايز اظهرهم، هدوس على الثمانية وال17 وادوس كليك يمين واقول له انهايد، يبقى هيعيد يعني هيلغي اخفاء اللي ما بينهم، فهقول انهايد وبالتالي كلهم رجعوا تاني. موضوع سهل بسيط صغير، يا رب يكون واضح. لازم نتمرن عليه كويس لان ده هيفرق معنا جدا واحنا بنشتغل على الشيتس الكبيره في شغلنا، وهيبقى مريح جدا لاعصابك وانت شغال بعيد عن الارقام. واشوفكم ان شاء الله في المحاضره الجايه.